انا عايشه زي باشا زي الفل، وهتبقي فوق الكل. اسالك سؤال يا باشا، بس عشان خاطر ربنا ترد عليا باللي انت حاسس بيه بجد. اسالي انا بابا وانا مش هكدب عليك. لو النصيب يا باشا جه معاك بواحده مرت بنفس الظروف اللي انا مريت بيها، هتقدر تتجوزها تحط ايدك في ايدها وتمشي بين الناس راسك مرفوع وانت عارف ان الناس بتبص لها وكانوا يعني شايفينها متصوره مع واحد تاني؟ انت سالت سؤال انا كنت هجاوب عليه كمان شويه وقدام عمتك اهو، عشان ما تقوليش بس ان انا بشتغلك يعني زي ما قلتها لي في الاسم، فاكره؟ انا ما حدش بيملى عليا اي قرار يا باب، ولا بعمل ده بدافع الشفقه والعطف والكلام العبيط ده. كل اللي عايز اقوله لك ان انا يعني لما ربنا يكرمنا ان شاء الله ونوصل للحقيقه اللي انا حاسس انها قريبه قوي، ساعتها هروح لعمتك واسالها سؤال، اقول لها قولي لها تقدر تتجوز ظابط تخين زيي ولا لا؟ ما شفتش دورها بنتي؟ لا يا هانا ما شفتهاش. ادهم ادهم ادهم، في ايه؟ دورها عندك جوه؟ لا دورها مش في البيت. فين؟ خير يا مديح؟ سينا كلها مقلوبه الحين. ضرب انت ادهم اتخطفت بجد؟ وادهم بلغ كل الرجال تروحوا الفنادق يقولوا تلات يبلغوا كل مراكز السفاري يطلعوا بناسهم وعربياتهم وموتوسيكلاتهم يقلبوا عليها البلد هالحين. صح يا جماعه؟ حلو. ايوه خالد. سلام. بقولك افتحي لي الباب عايزه اخرج. مش هفتح الباب يا سلمى. افتحي الباب. مش هفتح الباب يا سلمى. عشان انا اختي جوه لوحدها معاها. الحقنا علياء، افتحي علياء. انا عمر. اهو عمر جه اهو، هو اللي هيعرف يتصرف معاكي. عارفه لو راضي طلع من تربته دلوقتي وفكر يمنعني من الخروج برضه هموت نفسي. ايه
قطعي شرايينك. قطعيها. انت عايز مني ايه؟ انت عايز مني ايه يا فكره؟ انت مين اصلا؟ انت مين اصلا؟ انا اللي ربنا بعتهولك عشان يسيبك تموتي نفسك. انا اللي وعدت راضي ان طول ما انت عايشه هتبقي احسن بنت في الدنيا كلها. وما اني مش عارف انفذ الوعد ده يبقى خلاص هسيبك تموتي احسن. اصل انا ما اعرفش اجيب بنتي. ورحمة راضي لتفوق. تعالى يا حبيبي خليكي معايا يا علي. يلا يلا يلا. خير يا سامي، صدمة عصبية بس عنيفة شوية، لازم الممرضة تكون مقيمة معاها. طب يا سامي انت كده كده هتسافر في مصر بعد ساعتين، من فضلك اول ما توصل ابعت لي ممرضة على طول. حاضر. القمر، ايه اللي حصل ده؟ ايه ده؟ ازيك يا حبيبتي يا دور؟ انت صاحب بوبي؟ صح انا صاحب بوبي. انت اللي كنت معاه في الحفلة صح؟ برافو عليكي. انا فين؟ بوبي فين؟ بصي يا حبيبتي ما تقلقيش خالص، انا صاحب بوبي وهي صاحبة مامي. بوبي ومامي جم وجابوكي عندنا هنا عشان تقعدي معانا كام يوم، عشان بوبي مسافر ومامي جاي لها ضيوف، واكيد هتبقى مشغوله عنك، واول مره تتفسحي معايا انا ولورا، صح يا لورا؟ اوكي، طب ليه بابا ما سابنيش مع عمر؟ عشان عمر مشغول واكيد مش هيعرف ولا يتفسحك ولا ياخد باله منك. بعدين انا زي عم لعمر، مش كده؟ طيب يا حبيبتي، تحبي نكلم بابي؟ يا ريت. ماشي. بس قبل ما نكلمه نصور صوره كده نقول له القمر صحيت ومبسوطه قوي. تعالى تعالى. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ انت بتصحي كده ملاك؟ قولي له هاي بابي. هاي بابي. تعالي بقى نوري الصور ونكلمه. ماشي. اديني بعت له الصور. يلا بقى نكلمه. هفتح السبيكر بقى وكلميه بقى براحتك بقى. يلا. ماشي. هاي بابي. دورة. مالك اتخضيت كده ليه لما سمعت صوتي؟ لا يا حبيبتي ابدا ابدا، انا بس مش متعود تبعدي عني. صباح الفل يا عم ادهم، انا قلت اطمنك على الاماراية بتاعتك، على قلبك وروحك زي ما اتفقنا يعني. انت ايه خلصت ولا لسه؟ مستنيك لما تحدد الميعاد. مامي فين؟ مامي يا حبيبتي اكيد اكيد راحت السوق تجيب شويه حاجات عشان جاي لها. مش كده يا عم ادهم؟ طب ممكن لما ترجع من السوق اكلمها؟ طبعا طبعا يا قلب سيف. طبعا يا روح سيف. طبعا يا حبيبتي هنكلمها. تعالي بقى نسيبه دلوقتي. اكيد مشغول بابي عشان بيساعد مامي كمان في الحاجات، هنكلم مامي لما ترجع. اه اوكي اوكي يا حبيبتي. يلا يا عم ادهم احنا هنسيبك شويه بقى. قولي لبابي باي. باي باي يا بابي، هتوحشنا قوي. شور هتوحشيني. مش جعانة؟ قومي ناكلي. يس يلا تعالي يا لورا تعالي.
اللي حصل معاك ومع شركاتك بسبب مرات الراجل اللي اسمه ضياء ده، وبعد 3 أشهر بالظبط ملوش غير معنى واحد، انك انت ما اتخلقتش عشان تملى المكان ده. ربنا مش رايد لك انك تقعد فيه. يا نهار ابيض يا باشا، انا طلعت نحس قوي وانا مش واخد بالي بقى. يا حبيبي المساله ما لهاش علاقه لا بالحسد ولا بالنحس ولا بالكلام الفارغ اللي انت بتقولوه ده، لا المساله لها علاقه بشكل اساسي ان ربنا ما خلقكش عشان تشتغل في المكان ده. ربنا بيخلق البني ادم وبيخلق له مكانه اللي يقدر يشتغل فيه وياكل منه عيش، واللي ربنا بيحبه بيهديه لمكانه بسرعه، حتى لو كان طول عمره بيفكر ان هو يغيره ويروح مكان غيره. ربك بيهدي البني ادم للمكان اللي هو عايزه. مش عارف يا باشا، هو يمكن، بس ده اكيد يا باشا لو انا مش مرتاح في المكان. بس انا فعلا مرتاح هناك، حتى المشاكل هناك ليها طعم تاني خالص. يعني بخصوص يعني غادة وسلمى؟ لا سلمى دي مش مشكلة، سلمى دي أمانة. حتى غادة برضو مش مشكلة بالنسبة لي، لأنها أصلا مش موجودة، أنا بس باشا اللي موجود في دماغها ومتستف. ده مش ذنب بقى يا باشا، أنا مالي. طب ما قلتليش بقى موقع فريدة إيه بقى بالنسبة لك يا باشا؟ فريدة دي يا باشا عاملة زي القدر، ما تعرفش تملكه وما تعرفش تستغنى عنه. الله الله، يعني ناوي تكمل معاها يا ابني؟ الفكرة مش فكرة إن أنا ناوي ولا مش ناوي، هي قدر يا باشا، قدر. معرفش أتخيل حد تاني يكمل معايا غيرها، مفيش حد أصلا في الدنيا ينفع يملى المساحة بتاعتها، لأنها هي كده بتاعتها هي بس، وهتيجي وهتملاها. امتى بقى وازاي مش عارف، بس ان شاء الله مش بعيد. عشان اللي زي فريده دي ما ينفعش اللي يحبها يعرف يعيش بعيد عنها، هو مش هيقدر. ياه، ابوها مش عارف ان معاه كنز. والله انت كنز. يا باشا دي حاجات بسيطه كلها، بتفكرني بشباب. مرحبا بيك يا حبيب. هنا لا مؤاخذة، يعني اسكن فين؟ عندنا في العشيرة. عندنا في العشيرة؟ وانا مش هقابل عمر باشا؟ لا، عمر باشا في مشوار شغل برا سينا يومين ثلاثة وراجع ان شاء الله. طب ما قالكش يعني هو وصل لامريكاني ولا لا؟ شوف يا حبيب، في حاجات انا بعملها في الاول وبعدين عمر بيعرفها وينفذها، وفي حاجات هو بيعملها في الاول. بالنسبة بقى لموضوعك انت والامريكاني، هذا الموضوع عن عمر وبيخططه وينفذه في الاول. فهمتني؟ وصل. مرحبا بيك يا حبيب، تفضل. كده يبقى هما 3 حاجات هيخلوا الناس تيجي، السفاري والإقامة والغطس. فينك بقالك فترة مش باين. ربنا يخليك يا حبيبي، تسلم. نسيب الحاجة زي ما هي بقى يا معلم وانا هرتبها. لا يا عمر بيه، ده احنا اتطهرنا قوي. لا ما انا عارف، انا عارف. مش فاكر اعصابك. شكرا يا حبيبي. الايس كريم بتاعي. اشرب عصير، اشرب العصير. شكرا. اصل احنا لو سيبنا عصام يبقى مش هنشرب الحاجة دي. كمل بقى السفاري. السفاري والإقامة والغطس. ناقصهم حاجة رابعة، الإحساس بالأمان. اوكي. وبالسعر اللي انت كاتبه ده لو على اسبوع يبقى يكلف 8 خروجتين في مصر هنا كويسين. وهو نفس السعر حتى لو الايام قلت. طيب ولو 2 بس مسافرين، او حتى واحد مع نفسه طالع يقضي يومين، يعني هتحاسبه على نفس الاسعار؟ هي 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 هي. طب احنا كده ممكن نبعت لك الجامعه كلها يا معلم. ايوه بقى، هو ده اللي انا عايزه اخلوه. بس في مشكله صغيره ممكن تعطل الموضوع ده شويه. خير. لازم أنا ولودي نطلع الطلعة دي أسبوع في الأول، علشان ما ينفعش نقول للناس على حاجة هتبسطهم من غير ما نكون جربناها واتبسطنا بجد وبأمان. صح يا لودي؟ صح.
معلش لازم نحس بالامان يا عمر. طبعا يا لودي حبيبي. طبعا. وبعدين ليه مش حاطين الشوكليت على الايس كريم كمان؟ انت لقيتها فين دي؟ ماشي يا لودي. شربي بقى القهوة بتاعتك قبل ما تطلع. صراحة أنا ما كنتش حباكي. الله يسلمك يا سند. ازيك؟ الحمد لله. سلمى اخت راضي. ازيك يا سلمى؟ الحمد لله. راضي صحتك؟ باقي في حياتك مع انها جت متاخره. حياتك الباقيه. ايه يا تقفيصه بتنش كده ليه؟ الوضع زي ما انت شايفه كده من ساعه ما سافرت. وفين رنا وسليم؟ راحوا مشوار. مشوار؟ مشوار ايه؟ الحمد لله على السلامه يا عمر. الله يسلمك. وحشتني قوي. انت كمان وحشتيني. سلمى اخت راضي. الحمد لله على السلامه يا سلمى. الله يسلمك. انا ما شفتش حد بيحب صاحبه زي ما عمر بيحب راضي الله يرحمه. الله يرحمه. معلش بقى يا ساندي، سلمى هتبقى ضيفه عندك في الاوضه كام يوم كده؟ لا عادي يا اخي، انا هلاقي حد اتكلم معاه في الاوضه دي. شنطتها دي؟ طب يلا تعالي معايا. حرام، كنت عايزة اتكلم معاك في حاجة مهمة، ما تيجي نقعد شوية. يلا طبعا. عملت ايه في مصر؟ مفيش، اقنعت خالد وصاحبته ان هم يعني يحاولوا يقنعوا زمايلهم ان هم يجربوا يجوا هنا. طبعا مش هيعرفوا يجيبوا كميات يعني، بس اهو يحاولوا يقنعوا زمايلهم ان هم يجوا يبصوا بصه. طب كويس. قابلت فريده؟ لا ما لحقتش. كان في موضوع كده كنت عايزاك فيه، بس هو موضوع هيضايقك. والله انا عارف من ساعه ما دخلت هنا ان في حاجه غلط وانتم مخبيين عليا. خير؟ درة اختفت. درة مين اللي اختفت؟ درة يا عمر، درة اتخطفت. اتخطفت ازاي؟ معرفش يا عمر، كانت نايمة في اوضتها واتخطفت. والحراسة دي كلها كانت بتعمل ايه؟ محدش فينا فاهم أي حاجة. أنا لازم أروح لهم. لا يا عمر، اهدى بس، أنا عايزاك تفضل بس موجود النهاردة مع سلمى، لسه واصلة ومش عارفين اليوم هيحصل فيه ايه. خلينا نفكر واهدى بس لحد بكرة عشان خاطري. فيه سكاكين كويسة في الشقة اللي هناك؟ سكاكين؟ مش عارف بس أكيد يعني. يبقى أضمن لي أجيب السكاكين بتاعتي. براحتك. عمتي ما تنسيش تاخدي جركن مسحوق الغسيل. أيمن بيه، والنبي ممكن تيجي بس تساعدني أقفل الشنطة؟ أوي أوي يا رباب، اتفضلي. العفو يا ايمن بيه، النبي ما يصح. العفو ايه وبيه ايه بس؟ اوعى على بابا اوعى. معقوله سايبه ايمن بيه يشيل الشنطه يا موكوسه؟ والنبي عمتي انا قلت له هو اللي صمم. انت مكبره الموضوع ليه يا ست سلمى؟ الموضوع بسيط خالص. يلا يا رباب نخلص بقى ولا هنبات هنا يا جماعه؟ يلا يا اختي خلصي. يعني هو اللي كلمك ولا انت اللي كلمته؟ هو اللي كلمنا يا معلم. وهو كلمك هنا ازاي؟ اوعى تكون بتدي تليفوناتنا للناس. الحكومة دلوقتي بتعرف اللي بيتكلم في التليفون من اي حتة وتاخده من افاه.
عيب يا معلم، ده احنا رجالتك. وصلت له ازاي يا فالح؟ اتقابلنا اليومين اللي فاتوا مرتين تلاتة وحاله يصعب على الكافر. ما كان جه قاعد في خير المعلم، اكل شارب نايم لغايه ما يبعت يجيبه. اتسحل ابو رمله. في ايه؟ ما هو ده اللي المعلم بيسال عليه من الصبح. اتمسك. مسك في ايه؟ في سرقه عربيه يا معلم، حظه اتذكر. كل مصر بتسرق عربيات وتيجي عنده هو ويتمسك. استغفر الله العظيم. وطلع منها ازاي؟ ما طلعش يا معلم. الله، ومال عايز يجي يقعد معانا هنا زيك للهبله؟ الله، انت هتمخولني ليه؟ يا معلم ما انت عارف سالك، ده انت اللي مسميه سالك على يدك. سالك حاله وهابه. وهابه ازاي يعني؟ اه صحيح، عملها ازاي ابن الجنيه؟ بصراحه يا معلم انا ما سالتوش، يعني لما قابلته كده حاله كان متبرجل وانا اتسحلت معاه في حاله. معاك تليفونه؟ اه معلم. كلمهولي دلوقتي. وايه المشكله؟ عايزك في خمسه كبير. يعني خلاص، اما تعوزني لازم اقوم لك ونقعد لوحدنا. اقعد يا مرامنا. خد لك زيرو يا تلج. قوم يا كبير. اخبار القضيه بتاعت ام مرفت ايه يا كبير؟ يعني هي ماشيه بس باين انها هتتسجع ومش باين. انت بتفكرني ليه بالحاجات اللي بتحرق الدم دي؟ في كده؟ مش القصد كبير، انت عارف ان الواد سالك كان في علاقه بينه قديمه بينه وبنت مرفت. اي نعم ما كررهاش تاني، بس الله اعلم نيته فيها ايه. وهي يعني الواد كان واقف زي الالف يوم ما قعدنا مع رزا. يعني يا معلم؟ انا اقول لك يعني يوم ما رحنا ام مرفت وصت مرفت انها تقعد مع الضيف وتروح معاه مطرح من دماغه كيب. وجابت يا كبير؟ دماغه ما جابتش. تاخذنيش يا كبير، انا نيتي خير، بس انا قلت بس انور لك من بعيد. معلش يا ابو رمله، انت مننا برضو. تلجه هو امور كبير. كلم لي سالك على التليفون. حاضر يا كبير. انت سافرتي بره مصر قبل كده؟ لا. عارفه لو سافرتي هتكتشفي ان مفيش مكان في الدنيا بالحلاوه دي زي هنا. يمكن. هو انت زعلانه مني؟ لا. طب مش مبسوطه؟ لا. يعني مش مبسوطه؟ لا لا مبسوطة. أصل أنت يا سلمى دايما ساكتة، هو أنت زعلانة من عمر؟ قولي له لا. وأقول له ليه؟ مش هو اللي مسلطك تتكلمي معايا؟ مسلطني؟ آه مسلطك. تجري ليه؟ أنا محدش يقدر يخليني أعمل حاجة أنا مش عايزاها. ومين قال إنك مش عايزة؟ أنت عايزة عشان تكسبي رضا. رضا مين؟ اللي أنت بتقوليه ده؟ فاكراني صغيرة ولا نايمة على وداني؟ اسمعي يا سلمى، أنا وعمر أصحاب، وعمر يهمني ومتأكدة إن أنا أهمه كمان، ومش محتاجة أعمل أي خطط علشان أقرب منه. أنتِ تعرفي حكايته مع فريدة؟ طبعًا. طب وإيه؟ عادي؟ إيه هو اللي عادي؟ وأنا مالي ومال المواضيع دي؟ الله مش بحتاج إني أحلف. براحتك. اسمعي يا سلمى، انا عمر ما طلبش مني ان انا اقرب منك ولا اجي اتكلم معاكي ولا اروح انقل له اي اخبار. انت يمكن ما تعرفنيش كويس، بس انا عمر كلمني عنك كتير وعارفه كل حاجه حصلت لك في مصر. وفي حاجه نفسي اقولها لك واتمنى ان انت تفهميها كويس. قولي. انت ممكن تكوني اكتر واحده عمر بيخاف عليها بجد. وانا المفروض ادفع ثمن الحب ده من عمري كله؟ لا، على الأقل حاولي تحسي بيه عشان تعرفي تعذريه. أعذره؟ وأنا مين يعذرني؟ لو ما كانش بيعذرك ما كانش أخذ الموضوع اللي حصل في مصر بالهدوء ده. هدوء؟ هو كده خده بهدوء؟ هو أنتوا حد أصلا حاسس أنا بيجرالي إيه؟ عشان بس أعرف أنام؟ أحط دماغي على المخدة وأنام وأنا مش واخدة مخدر؟
ويا ترى فكرتي لو كان سابك تعملي اللي انت عايزاه كان زمان دلوقتي بيحصل لك ايه؟ بصي يا مريم، انا هقول لك حاجه عشان ترتاحي. السكه اللي انت ماشيه فيها معايا دي عشان تكسبيني ونبقى اصحاب عشان تقربي من عمر مش هتجيب نتيجه. خليكي ماشيه في السكه الصح. انت في السكه الصح، اللبس الحلو والشكل الحلو، لكن انا مش عيب. بصي انا الناس اللي كانوا بيهتموا بيا وبهتم بيهم في حياتي ما بقوش على وش الدنيا. فمش هينفع ان يجي ناس ما اعرفهمش يلعبوا الدور ده وانا اكمل معاهم واوافق. مش هينفع. واذا كنت واخده قرار ان انا بطل ده مش عشان عمر ضاغط عليا، ده لان انا فكرت ولقيت ان مش هو ده الحل اللي هيخرجني من ازمتي. يلا بينا عشان تلحقي البلاغي الاخبار.